مش هقدر صح. السلام عليكم الإخوان، بارتاجوا معنا هذا اللايف الله يجازيكم بخير. في جيك في خطر. في جيك فوتوغرافي. يعطيك الصحة. المهم كما كتشاهدوا الإخوان، انطلاق الاحتجاجات بسبب أراضي مدينة فيجيج التي يريد النظام الجزائري أن يضمها إليه. تنشن كريم سر لا أنديم تكن تستموها الاخوان هضرهم مافيا ديال تيجيب كامله ماشي غير ديال ولاد سليمان، لان حنا كنشوفوا البلاد راه كتقلص والخطره كتمشي فيها واحد المساحه. كنطلبوا من المواطنين ديال تيجيب كاملين يلتحموا ويشوفوا لهذا المشكل. هذا راه هذا المشكل اللي زاد هكا، راه تيجيب راه كتقلص كل مره كتقلص، ومشات زوج سنة هي الأولى غادي تمشي العرشة، وعلم الله واش غادي يكون من بعد. أطلبوا كاع الناس يلتحموا، وهذا راه مشكل ديال الكيكي الثامن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيزاي سافا زي شي شوية اخي
بارطاجيو الاخوان الله يجازيكم بخير هذا اللايف، وصلوا الميساج للساكنه ديال فيكيك خارج الوطن وداخل الوطن. هذا راه اليوم الاول لتلقي الاحتجاجات، سيكون هناك احتجاجات اخرى في الايام المقبله. الله ابراهيم الله يبارك فيك يعاونكم كيدون ديريكت امين. هذا السي عبد الملك بو بكري احد المتضررين المتضرر الاكبر كما كيقول الاخ مصطفى في هذه القضيه، هذه فنا الحياه ديالو في هذه الارض هذه، هو وبعض الاخوان ديالهم، والان كيطالبوهم باش يخويو هذه الارض بحكم انها جزائريه. عندك تتحشن كريم شي هنعداتكم زوال واه ما كتشاهدوا ما كاين لا شعار لا والو، احتجاج فيه الصمت، يعني مظاهرة الأولى كتبقى بدون شعارات في حين في حين أنه غادي تكون مظاهرة أخرى وغادي يكون إن شاء الله شعارات.
ارتحت لحد ما كان كريم. واه عند الغابة؟ واه هذه المتضرر الأكبر. المتضرر واه يلا سي عبد الملك. سي عبد الملك أنت عندك تما ضيعة كبيرة. سمع عفوا. شي 37 واحد فيها السلطه ديالهم كاملين حتى من وزاره الفلاحه الوالي ديالهم والي بني وليف والي عين الصفراء المهم اخي الكبير وهو جنرال جنرال جات هو اللي كيهضر معايا اللي شوف اخي المهم بعدا جبت معاه جوج سوايع قال لي طوفنا في العرش طوفتهم كاملين ديال من هادي ديال من هادي ديال من هادي طوفتهم كاملين جوج سوايع انا معاه في اخر المطاف قال لي اسمع شوف قال لي راه نهار 18 راه اللي لقينا هنا غادي يعتقلوه والسلطه ديالكم راه عندها الخبر هي غيتعلوكم وغادي تعوضكم بهذا الشيء هذا قال لي راه عندها الخبر هي اللي غيتمنعكم وغادي تعوضكم هذا هو هنا صافي دابا راه حنا ولينا كنجمعوا حوايجنا كاين اللي راه يخرج الشيء ديالنا بهذا النهار دروك دروك كاين اللي راه يخرج الشيء ديالنا والبقره ديالنا انا غادي نمشي كاع الطاقه ديالي غدا الطاقه ديالي الشمسيه الموتورات كلشي دابا راه يرحلوا الناس راه بيرحلوا الناس كيفاش هذه الدوله هذه اللي مشينا على الباح المعامل جيبوا لنا مقترحات اسيدي اعطيني اعطيني قول لي واش كاين واش من مقترحات اللي نعطيك قول لي واش غتعوضني ولا غادي تجي تقول لي مشينا ريحنا معاه ما جاش حتى شي نتيجه هذا 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 كيفاش هذا الشيء هذا واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه واش حنا مغاربه ولكن هذا الشيء راه انا علاش اكدت بان ما العجله مشات وغادي راه 18 غادي تسافر تما الرايه تاع الجزائر وقت راني قلتها لكم راه غادي يطلعوا تما بالرايه بالناشئ الوطني ديالهم غيطلعوا تما الرايه ومسؤول على هذه الهضره 18 غادي تحتف 18 غادي تحتف غادي يطلعوا تما الرايه ديالهم ولكن اخيرا علاش راني متاكد كما مشى جوج فانال زناقه وتصرى غزره شرقي هاي عرفت غادي تمشي راه كما مشى واحد حنا دابا نسوا حنا عرفنا زناقه مشات لهم ملياس راه مساكين انا كنت كنمشي تما كنحس مسلم مع واحد خالف واحد الطبيبه قول له الطبيب كان في الصاق ديال كان خير تما هيا مشات دابا نمشي غادي يوقع العرجه متاكد 100% نمشي غادي يوقع العرجه هادشي واش ما عرفناش واش حنا مغاربه دابا ولينا برانا راين الجزائر تحكم تما المغرب يحكم لنا واش حنا مغاربه ولا جزائريين ولا زعما كان مفتخر بان ما جوج دوار راح يحكموا فينا ربما جوج دوار راه محكوم ولكن دابا بقى الاحكام لا والو حسبي الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون هذه شهاده حيه حسبي الله ونعم الوكيل كما سمعتوا لاحد فلاحين منطقه العرجه السي عبد الملك بوبكري راه حكى لكم الوضع المزري في منطقه العرجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كما كتشاهدوا كما سمعتوا التصريحات ديالو راه سنين وسنين والان اصبحت الارض جزائريه كما كيصرح الان عنده تما ازيد من 1500 نخله اللي كاينه في هذيك المنطقه
هوب برضو هاي الوراق الا واش الوراق يسيو تا فحص الوراق سي ها خلينا ندير صافي يلا هرا عيط لها واه ياسين تبارك الله عليك غادي لونسيو غا شري غادي تسمعها اكبر ناخذ ندير الاخر انا اللايف دروك او كاويو زوي غزرياش زو البوطون ضرب له ها اه هادي لهم اون ديريكت نعم
اش كان مفكر يلا هما كتبوا داك الشيء بلي هذاك الشيء كذوب وقالوا ودي عطيو لنا شي حاجه اللي كاتبين هذا الشيء داك الشيء علاش غنديروا لهم اللايف مباشره دروك وهي هذه حجه غنديروا لهم اللايف ديريكت مباشره ايس كريس قالوا دير هذا الشيء غير كذوب وهادينوا بلي هذا صافي هذا الشيء هذا الشيء اللي كنت تقولوا كذوب ها هو فين يلا يلا روح اسيدي بارطاجيو الاخوان هذا بارطاجيو باش توصلوا النداء باش يوصل النداء لهذا المشكل القائم بمدينه فيجيج. اما كما كتشاهدوا الشعارات ها لا لتقزيم مدينه فيجيج العرجه السليمانيه رجعت جزائريه فيجيج رمز الانفراج كل المدن تزدهر وفيجيج تحتضر لا لغزغزه فيجيج فيجيج لا تباع صاحب الجلالة الملك محمد السادس قف لأن أخونا في جيك في العيون في عيوننا مصير في جيج إلى أين المدن تزدهر وفي جيج تحتضر تبارك الله على السي توفيق عبد الرحيم مرحبا داري الحصار بركة تبارك الله عليك أبو بكير عقدة عقدة التأمر والمحادثة الآن ستكون وقفة أمام مقر الدرك الملكي يا من بعد كوشي من بعد صار بارطاجي كلشي معنا بعد المسار معنا بعد المسار هذا شر معنا بعد المسار كتقول بلي هاد الحدث اللي كاين في بيك كيدير وحنا كنأكدوا لكم دروك هاد المسيره هادي اللي هاد الحدث كاين وكاين وكاين وحنا كنطلبوا من السكان ديال مدينه فيجيج كاملين ينضموا للتاريخ ينضموا لهذا الحدث هذا ويوقفوا وقفه صامده الى ان نصل الى الحل الذي يرضي الجميع مدينه جميع سكان مدينه فيجيج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته التاريخ نواصل بعد على حساب داك الاخو يلا بسم الله السلام عليكم انا من واحد من ملاك القلعه ديال الطريش ولا سيمان احد الطيعات
غادي نعطيكم واحد الشيء ديال التاريخ على حسب العرجاء الطريش. هو ان هي الوثيقه هذه اخر وثيقه كتبت 1939 ها هي 1939 في وقت الاستعمار فيها المملكه المغربيه ما فيهاش جمهوريه جزائريه فيها المملكه المغربيه وعقد عدلي واللي بغى النسخه راه كاين في مكتب التوثيق وعرفها الى مثلا راه كاين والضريبه ديال الجدود ما فين كانوا يخلصوها كانوا يخلصوها في مدينه جراده ماشي في اي دوله مجاوره كانوا يخلصوها الضريبه كيخلصوا كاين الجريد بينما جدودنا كانوا كيخلصوا الضريبه في جراده هذه الوثيقه ما فيهاش شك هذه كنكذبوا هاد الناس اللي كيقولوا لك العرجه ماشي مغربيه حنا واخا تمشي كتبقى دائما مغربيه وفيقيقيه وسليمانيه ما غاديش نستنى حتى تمشي جوج مشات جوج فانا وتمشي العرجه لا اختصار هذه نعطيكم واحد شويه ديال التاريخ ديال هذا العرجه باختصار لا بالنسبه واحد كاين واحد الصريح بانه هذا الشيء راه ما كاينش يعني كانوا داروا واحد بالنسبه للجنود ديال الجزائريين كاين فيه بانه اقتحموا هذا العرجه هذه واخا غادي انا واحد غادي نجي غادي نعطيك واحد شويه التاريخ باش الاخوان يعرفوا تاريخ ديال العرجه ولا سليمان ونزيد اكد راه ماشي غير العرجه ولا سليمان الطريق راه العرجه ولا سليمان لوداغير لعمور هادو ثلاثه لعمور اي لعمور المهم هذه عندنا ثمان نخل ديال قرون ديال جدودنا كنا كنمشيو في الستينات كنقطعوا جماعات كما كانوا كيديروا زوج فانا كيري كيقطعوا جماعات وكيقسموا تما وكل واحد كيجيب القسمه ديالو كاين كيجي قسمه وواحد الوقيته شدتهم تما الطياره ديال الجزائر ديال بقاو يضربوا المجاهدين ديالهم في الجزائر شدتهم تما عاد حركات واحد العيش وخا باختصار الهضره الغرس الجاوج وهو ديال باوات نحله غرسوا في الستينات والسبعينات غرسوا حنا لا جينيراسيون ديال انايا اللي غرسنا حنا في التسعينات بدينا في التسعينات دابا هذه 30 سنه حنا كنغرسوا وما قالنا حد ما قالنا المغاربه ما تدخلوش ما قالنا الجزائريين نروحوا تما 30 سنه ما هضر معنا شي واحد حتى اليوم 18 في الشهر خصكم تخويو حتى اليوم 18 في الشهر خصكم تخويو المهم هاد الغرس كاين فيه تقريبا شي 20,000 نخله ديال البور هذه ديال البور حوالي 20,000 نخله ديال البور حنا اللي غرسنا جداد تكون ديك 10,000 نخله مسقيه هذه 10,000 في الضيعه شي 30 ضيعه اللي كاينه تكون ديك 10,000 نخله نعطيكم مثال ديالي انايا غير مثال وما كاين الاخوان اللي عندهم انا عندي 1500 نخله بغروسه تما 1500 كاين مولا 700 كاين مولا 800 كاين مولا 500 كاين مولا 200 كل واحد واش عنده واحد عنده 150 عزيزه واحد عنده 150 عزيزه راه تولد 150 عزيزه حتى بقاو كيسقسيو اللي دايره شهر التسمار شحال كدير غادي نجي لكم كيدير 140 150 درهم للكيلو اسمع الاخوان 140 150 درهم للكيلو هذا باختصار وفي هذا النهار هذا صحابي الضيعه في الساكنه كيخرجوا داك الشيء اللي نجموا يخرجوه اليوم طرق في هذه القيطه كاين اللي راه شياه يجيبهم كاين اللي يجيب بقره كاين اللي راه يقلع الموتور كاين اللي راه يقلع الطاقه الدروك عندنا من 18 انا دروك غادي نكمل من هنايا غادي نمشي حتى اليوم بعدا شحال 12 مارس يعني 12 عندنا 12 مارس اليوم عندنا الاجا حتى 18 باقي 6 ايام 18 مارس هي اليوم الاسود لمدينه فيقي وقصر ولاد سليمان 18 غادي تسجل 18 مارس اليوم كاين هذا الشيء في 2018 وفي 2021 هذه شهر ولا شهرين ولا ربحنا الجزائر في الكركراس واليوم جاو لهنا الى رجعنا للور شويه 75 كاع الفاقيك والمغاربه شاركوا في المسيره جات 76 شنو داروا؟ اقتطعوا تاغيت اقتطعوا زوسفانا اقتطعوا الملياس دونك الى حنا المغاربه حنا في فاقيك كنساهموا في الوطنيه ديالنا في جميع الحركات اللي كنساندوا الوحده الترابيه الجنوب
شاركنا في المسيرة، شاركنا في التظاهرات، كان التلامذة هنا اللي كانوا في وجدة كيخرجوا في الشارع كينددوا كيطالبوا بالخروج ديال فرانكو وكينددوا بالتدخل تاع الجزائر. ولكن اليوم نفس الشيء احنا دبلومات عسكريين غنبنا في الكركات، واش بغاو ثاني يقتطعوا لنا هنا؟ دونك خصنا نشوف الدوله ديالنا ديرنا شي حد. هذا الشيخ مصطفى المهم حسب الاحداث حسب التاريخ. اصبر هذه كمل اصبر. بالنسبه للتاريخ الجنود العسكر الجزائريين جاوا عندنا قالوا لنا خصكم 18 خويا، راه اللي شدينا هنا غادي يعتقل، راه اللي شدينا هنا يتعتقل في 18 بينهم ضباط كبار. ملي رجعنا عندنا ديالنا نفس الشيء قالوا لنا، راه اللي يدخل راه 18 غادي يعتقل ديالنا، ما غاديش غادي يجيو العسكر تما ما غاديش يخليونا ندخل. هذا حسب الوقت. السلام عليكم، الله يرزقنا الصبر ويرزقنا الصبر هذا الشيء. شكرا جزيلا في ايوا الاخوه كما كتشاهدوا راه الساكنه يعني الحاله النفسيه ديالهم راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، حاله مزريه يعني مازال ما فهموش شي حاجه. هل سيحسبون على المملكه المغربيه ام على الدوله الجزائريه؟ يعني راهم بين نارين كما سمعتوا التصريحات ديال السي عبد الملك بكري، راه يعني سنين وسنين وراهم يخدموا تما، وكما كتشاهدوا الوثيقه ديالو تعود للثلاثينيات من القرن الماضي، وفيها الطابع ديال المملكه المغربيه. يعني هذا كتوضيح باش اللي ما لحقش التصريح ديالو يولي باش يسمع التصريحات نتاع سي عبد الملك بوكري. حسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غادي نقولوا. إنا لله وإنا إليه راجعون لمدينة فيقيق الصامدة والأبية. أحد الفلاحين لم يتقبل هذا الأمر، يعني لم تدخل هذه الفكرة في رأسه أبدا، يعني أن تعود أرضه جزائرية. ها؟ لا 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 انا إوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا الإخوان نكتفي بهذا القدر، إلا نريدو ولا نزيدو عاد. مازال شوفوا شي واحد من اصحاب الكاميونات.
شكرا لعبد الكريم. يا خالد مكلي إجران مهم وليس هذا الذي يسأل ما الذي يقع. أيوة كما كتشاهدوا الذي يقع راك عارف راه واحد المنطقة يعني ماشي غير منطقة واحدة راه أكثر منطقة في دقيقة راها غادي تولي التراب الجزائري. شي سكان عندهم تما الفارم راه قالوا لهم باش يخويو بحجة أنها تعود ملكيتها للجزائر واللي كان يكتب هذا الخبر من الصفحات الإلكترونية ها حقيقة ما يحدث راه حنا اون ديريكت حنا في لايف مباشر باش نوصلوا النداء ديال ساكنة في جيج المغاربة كاملين ونوصلوا النداء للسلطات والحكومة ويوصل النداء لجلالة الملك. يلا لأن الساكنة تعاني في جيج يعاني. لما كيعرفش في جيج في جيج جاية في المنطقة الشرقية تقع في الحدود مع بين الجزائر يعني كتدور عليها الجزائر في جميع النواحي عندها غير واحد الطريق واحد الطريق تدخل عندها الفيقيق وإلا بغيت تخرج تخرج من نفس الطريق. اللي ما كيعرفش في جيج يديرها في الخريطة ويشوف فين كتجي. ايوا المهم الاخوان السلام عليكم. اوكي نكتفي بهذا القدر في حين يعني تقرر واش غادي يديروا الاخوان اللي كينظموا هذا الشيء هذا. غادي يكون احتجاجات اخرى هذا اليوم الاول يعني فقط البدايه. ايوا اسال الله اسال الله يفرج الامور. بارك الله على السباحة. الأخ كيقول لك هيسبريس هيسبريس هي اللي كذبت الخبر. المهم كان طالبوا من هذا هيسبريس هذا باش إلا كانت فعلا هي اللي كذباتها هي الحجة الآن وتقدم واحد الاعتذار للساكنة ديال فيجيج. تقدم واحد الاعتذار لساكنة فيجيج على تكذيبها الخبر وها هو اللايف كما كتشاهدوا. وهذا يمكن غادي يجعل من القناة ديالكم هي قناة رئيسية اللي غادي توصل هذا الخبر على المستوى الجهوي. مولاي عماري كيهضر دروك الفيسبوك هي المتواجدة من قناة فيجيج واللي كتوصل الخبر إلى أهل فيجيج في أقصى الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا في فرنسا واللي مبنوع على واحد التضامن قوي جدا مع هذه الحركة اللي كتشهدها مدينة فيجيج واللي تعبر على الوعي الحضاري للساكنة حيث أنهم لجؤوا الوسائل التلمية جدا وإلى تواصل
دائم مع السلطات من اجل احقاق الحق ديالهم. رافعين شعارات كبيره، شعارات اللي كتقول العرجه مثلا سليمانيه رجعه جزائريه، في جيج كل المدن تزدهر وفي جيش تحتضر، يستحضرون هنا يعني ما وقع في زلفانة، ما وقع في مجال ديال تغلى، وما وقع في مجالات في إغزال الشرقي منذ سنوات. إذن كيعتبروه كما قلت لك باللي ما يقع اليوم هو حلقة متواصلة من الحلقة والسلسلة ديال الاعتداءات على الأراضي ديال الأهل في الجيش، واللي أصبحت بشكل أو بآخر في التراب الجزائري. إذن هذا هو سي بن زحا الوضع اللي كاين، واللي حاولت نوصف لك فيه شوية بدقة ما يقع. عشرات لم أقل مئات مواطنين قدامي، صغار شباب كبار، عائلات نساء رجال، فلاحين موظفين مستخدمين، عمال زراعيين، كل من سيتضرر، لأن الفلاحة في المنطقة ديال العرجة هي فلاحة في المنطقة، هي الشريان ديال المدينة، كيخدم فيها الفلاح، كيخدم فيها التاجر، كيخدم فيها ناقل البضائع، الكل يستفيد من هذا النشاط الاقتصادي بهذه المدينة. سي بن دحا معايا؟ طبعا سي بن زحا اسمح لي، لكن شويه انا بالضبط سخون، وعارف بان القناه ديال سي محمد بن زحا قناه موضوعيه، قناه تنقل الخبر بشكل محايد، وفي نفس الوقت انت ولد سليمان، ولد فيقيك، ولد المنطقه، وهما كيسمعوني الان وانا كنبلغهم تحيات ديالك والتضامن ديالك معهم، وتضامن ديال هذه القناة الإعلامية مع ساكنة فيقيك، مع فلاحي فيقيك، مع مستغلي العرجة. بالضبط هذا التضامن بلغته وبأمانة. المجلس الوطني لحقوق الانسان وعند وزاره الداخليه فيما يخص الاراضي اللي فقدوها، واللي طالبوا بطريقه او باخرى بالحق في الاستغلال ديالها. وما يقع الان من طرف السلطات الجزائريه فهو الى تكريس الممارسات دامت عشرات السنين، والمغرب يعني استسلم للاستغلال ديالو بكثير من الحكمه وبكثير من التبصر، ولكن الامر يكاد يتجاوز يعني ما هو مقبول. ولذلك يعني السلطات الجزائريه مدعوه للتعاون، مدعوه لاستحضار روح الجوار، و ايضا روح المواثيق الدوليه، وروح
الاتفاقيات الدوليه اللي كتسجل تكفل جميع المواطنين جميع الملاك اينما كانت املاكهم انهم يتصرفوا فيها. وهذا التصرفات اللي كتدير الحكومه التجاريه تدعو المواطنين المغاربه كاملين تدعو المؤسسات المغربيه كامله الى اتخاذ موقف وطني الى جانب ساكن السجل لان الامر لم يعد